لحد المسا. انا دقيت الابواب دي باب باب، زول فتح لي ما في غير سلام واهلا، ما عندهم لي شغله. مالي انا سويت شنو؟ يعني ما عارفه روحك سويت شنو؟ ها عليك الله انت غير المشاكل عندك شنو؟ انا دلدانين يتجنبوك يا اخي، ما عايزين يحتكوا فيك ومن حقهم. وانا دايره بهم شنو؟ هم غير القطيعه وشير الحال عندهم شنو؟ عليك الله في زول شيء الحال غيرك انت في الدنيا دي، ها غير المشاكل ما عندك حاجه، ما بتفتري انت؟ خلاص انجهني انجهني انت، غير ان جهه ما عندك حاجه، لكن انا بلفها معاك. ها قاعد لك من ولا تلفها معي ولا حاجه، انا ذاتي ما فاطي لك ولا بتر علي لسانك. تا تشنو تا امرك مالي همشي ماشي ما طوالي تمرك، لكن كما وريتك يا جمال ما ابقى نزعات. معقولة؟ معقولة يعني الموضوع يصل للدرجة دي؟ لا 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 لا، سعاد دي أكيد تكون شفت شنو؟ تكون جنت. والله حيرتنا، والله أختك حيرتنا عديل كده، والله والله بكينا ما كاترين نقابل الناس. لكن تعرف أنا فجأة كده اتذكرت لي حاجة، عندي صاحبي بتعرفوا داك اسمه؟ يا أخي المخترع داك. آه مخترع شنو؟ أنا والله ناس الجدل ولا والشعوذة ديل والله ما قاعد اقتنع بهم. لا لا ما دجل ولا شعوذة، ده مخترع اخترع عليه عطر، العطر ده لما يرشه في الزول الشرير فجأة كده ملامحه تتغير ويتحول لحمل وديع. اخي معقول يا اخي؟ يعني كلامته مضمون كده 100%؟ يعني مضمون 100% وعن تجربة كمان. والله يا اخي مالو كانوا الارضة جربت الحجر، خلاص لكم نمشي له رايح شو. مين دريبنا ده؟ هاي ما كمان لأنه الناس لو سمعوا به الزول ده حيرفع السعر والله. خلاص أرح أرح بسم الله. يا سعاد سعاد هاي مالك بتكورك؟ تفضل. دي شنو دي؟ ريح. ريحة؟ مالي؟ ريحتي عفلة ولا وسخانة؟ يا الله يا أخي هدية يا أخي هدية يا أخي. ما دايرة على الهدية دي يا أخي، عنك ما دورتيها، أنا هاخدها في الطلب كان مرة أقربية. جيب حينة. الطاهر المفعول بتتيسر. قلت شنو؟ لا لا قلت لك ايوه. اخذت لك الغداء؟ لا لا انا بس الحقيقه تارك لك يعني. لا 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 انت ما تقول اي حاجه، انا داير اعتذر لك عن مشاكل كثيره. معليش يا جمال والله مشيت انا في الحله دي كلهم بيت بيت واحتزرت لهم، وحتى كمان وزحت لهم هدايا. كويس والله، بس الحقيقة يعني ناس اختي عازمين ناقدها، قالوا لازم ضروري تجي السناية. والله كان مفترض امشي معاك، لكن هدومي كلها وزحتها للفقراء والمساكين. ما فضلت لي روحك ولا حاجة؟ حتى القزازة حقت الريحة جبتها لي عجبت صفية، طوالي هديتها لي. اديتيها الريحة؟ وناس سليمان قالوا دارين المسجل بتاعك، قلت لهم شيلوه، جمال بيشتري واحد جديد. مسجلي؟ لا لا والله دي صرافة شديدة. عليك الله يا جمال، احتزل ليلي أختك، قول لها سعاد بتجيك بكرة. خلاص ندخل البس. ماشي تلبس شنو؟ جلابيتي السكروتة. جلابيتك السكروتة؟ وديت المكوجي قال لي الجلابية دي سمحة، قمت طوالي هديتها ليه. الو سامي يا اخي السؤال ده كان ليك المبعوث ده بيخلص 200